المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمسي ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. الاحتلال إذن يطبق حصاره على منطقة شمال قطاع غزة، وما يشهده الآن ربما غير مسبوق، ويمنع أيضا الدخول والخروج من هذه المنطقة، علاوة على تواصل الغارات والحديث أيضا عن عدد من الشهداء والمصابين في أماكن يصعب الوصول إليها حتى من قبل طواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف. كيف تابعتم ذلك؟ أهلا بكم. استمعن قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداءات والحصار المفروض على مناطق غزة وشمالها، وبالتالي هناك معاناة حقيقية ووضع كارثي يحدث الآن في منطقة شمال غزة، والتي حتى المستشفيات تم مطالبتها بالإخلاء رغم وجود عدد من المرضى والمصابين ترتبط حياتهم بوجودهم في تلك المشافي. يمنع مقدمي خدمات الإسعافية والصحية من الوصول إلى الأماكن التي تتوغل فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، ويتم استهداف الجميع بلا هوادة. تعمل الطواقم هناك وفق بيئة خطرة للغاية، هناك أزمة وقود وأزمة مستلزمات طبية وأزمة أمن بالنسبة لتحركاتهم وتنقلاتهم في محاولة الوصول للضحايا. فريق العمل التابع لنا في الإسعاف والطوارئ الآن في هذه اللحظات ينتظر موافقة الجانب الإسرائيلي للمشاركة في عملية إخلاء المرضى والمصابين من مستشفيات محافظات الشمال، وذلك بقوة 6 عربات إسعاف. نتمنى أن تسفر هذه الجهود بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. للتوضيح أكثر سيد رائد، تقصد أن هذه السيارات ستتوجه إلى الشمال فعليا أم أنكم تقومون بالتنسيق بعد؟ سياراتنا الآن متواجدة على الحاجز الإسرائيلي الفاصل بين الشمال والجنوب، ننتظر الموافقة الإسرائيلية بالتنسيق مع كل من منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أجل الدخول إلى محافظة شمال غزة وإجلاء نحو 80 مريض من المشافي هناك. متى خطورة إذن خروج هذه المستشفيات عن الخدمة وإخلائها، سيما وأن هذه المستشفيات تعمل بأقل الإمكانيات الموجودة؟ اليوم الاحتلال يهددها بالإخلال، تحدث عن مرضى جرحى في هذه المستشفيات تلقون العلاج أو الرعاية الطبية. مدى خطورة هذا الأمر سيد رائد؟ بالتأكيد هناك حقيقي على حياة هؤلاء المرضى والمصابين، خاصة ونحن نتحدث عن واقع صحي مرير للمدينة. على مدار عام كامل هناك استهداف للمنظمات الصحية والمنشآت الطبية وحتى الكوادر الطبية العاملة، وبالتالي مع النقص الحاد في الموارد والزيادة الكبير في أعداد المصابين والجرحى، عندما يأتي الحديث أيضا عن إخلاء المستشفيات رغم ما تقدمه الأقل من الحد الأدنى لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى والمصابين، فإن هذا سيشكل بالتأكيد خطر حقيقي على حياتهم جميعا وقد يؤدي إلى وفاة الكثير منهم. طيب سيد رائد، قلت إذن سيارة الإسعاف لديكم الآن متواجدة عبر أو على الحاجز تنتظر الموافقة من أجل الدخول، هل تعتقد أن الاحتلال حتى وإن دخلت سيقوم باعتراض طريقها، سيما وأنها أنه فعل قبل ذلك هذا الأمر مرارا وتكرارا، واليوم ربما الأوضاع أصعب مما سبق؟ منذ بدء العدوان وطواقمنا للأسف تتعرض لنيران إسرائيلية، رغم وجود تنسيق في بعض الحالات ورغم أنه كان تنسيق مع اللجنة الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وحتى الأمم المتحدة، كان هناك في بعض الأحيان استهداف لهذه الطواقم، عدم احترام لا خصوصية وطبيعة المهام الإنسانية ولا احترام الشرطة الدولية للهلال الأحمر الفلسطيني ولا احترام أيضا لعملية التنسيق التي تمت، نتج عن ذلك استشهاد عدد من أفراد طواقمنا وإصابة آخرين. نتمنى أن تتم هذه بسلام وأن يتمكن فريقنا من إخلاء المطار. نتمنى بالفعل ذلك. من أجل التوضيح أيضا واستثمارا لوجودك معنا سيد رائد، قلت أنكم ستقومون في حال دخلت هذه السيارات بإجلاء 80 مريض، ماذا عن المصابين أيضا؟ نحن نتحدث عن 80 من المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الشمال. 80 هم فقط، هذا العدد إجمالا لمن يحتاجون تلقي الرعاية الطبية، أم أن هناك المزيد؟ هناك طبعا المزيد، لكن نحن نتحدث عن 80 حالة ربما تكون الأخطر أو الأكثر حالات حرجة بحاجة الإجلاء الفوري، ويجب أن يتم إخلاءها على وجه السرعة. وطبعا هذا كله يعتمد على موقف الجانب الإسرائيلي، نحن نتحدث الآن عن الاستعداد لهذه المهمة ولكن حتى اللحظة لم تتم. نتمنى السلامة للجميع ونتمنى بالفعل
بدخول هذه السيارات من أجل إنقاذ هؤلاء المصابين والمرضى ممن يعانون من أوضاع صحية متردية. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.